عليكم ورحمة الله وبركاته. زي حضراتكم عاملين ايه؟ يا ربي دايما تكونوا بخير. ومعانا النهارده فيديو جديد وخبر جديد، بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا ما ننساش نعمل لايك ونشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. والنهارده معانا خبر جميل جدا طبعا الحمد لله، وهو تأكيدا لما سبق طبعا، وربنا يا رب يهدي الأحوال. وطبعا كده علشان بس حضراتكم تشتغلوا في الدعوات زيادة وزيادة، ان ربنا يهدي ويصلح الأحوال ان شاء الله. وطبعا في احد المتابعات هنا في القناة لسه حتى يدوبك ما فيش من حبة صغيرين جدا كومنت وتعليق، وبصراحة يعني انا قريته على طول لان التليفون كان جنبي، فقريت التعليق على طول وحبيت اني افرح حضراتكم جدا جدا جدا. بتحكي انه خطيب رشا صديقة سمارة اللي هي طبعا معها حاليا في مصر، ان هي بيأكد لها ان هم الحمد لله، زي طبعا احنا ما يعني كنا متأكدين من المعلومة دي، ان هم الحمد لله ما اتطلقوش. وان هو اضاف بقى ان اللي طالب الطلاق هي سمارة، ولكن ابو جبل متمسك بيها وهو مش عايز يطلقها. ربنا يهديها يا رب ويهدي حالها ان شاء الله. ان هو جارها وان هي متأكدة من الخبر ده، وان هو اكد لها المعلومة دي ان هي اللي رافضة الرجوع، لكن هو بيحاول الصلح معاها ومبادرات الخير، وان شاء الله بإذن الله ربنا يهديها وبإذن الله ترجع لأبو جبل، عشان هما الاتنين يستاهلوا بعض ويكونوا يعيشوا حياة مستقرة بإذن الله. وزي ما قلت لحضراتكم احنا في ايام مفترجة، وفي يوم مفترج النهاردة يوم الجمعة، وانا عارفة ان في ناس كتير جدا بتحبها وتحبه، لان هما الاتنين يستاهلوا كل خير اكيد ان شاء الله. بجد انا متأكدة ان في يوم من الايام بإذن الله هنلاقي الاتنين دول رجعوا لبعض بإذن الله على خير ان شاء الله. انا حبيت بس اقول لحضراتكم الخبر ده علشان كل اللي بيحبها يرتاح، ويدعي لها بقى ان ربنا يهديها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويهدي ابو جبل كمان ويوفقه في حياته وفي شغله، ويوفقها كمان في حياتها وفي شغلها، ويوفقنا جميعا بإذن الله.